ذلك من يصنع الخبز للجند غيرك؟ لقد أرسل رسول الله في طلبك. إن قلعة الخيبريين المتعالية تنادي باسمك. إن محمدا قد أرسل في طلب علي. علي؟ أجل، علي، علي ابن أبي طالب. علي ابن أبي طالب. أقسمت عليكم بالله، ألم يقل رسول الله صبيحة ذلك اليوم: ائتوني بعلي، وقد أتيت في خدمته برغم رمد عيني. عزيزي علي، هذه القلعة ما زالت قائمة، خذ ما شئت من إخوانك الجنود معك وافتح باب هذه القلعة. دعواتنا لك بالنصر. يا رب، إن هذه الأيدي تطلب منك النصر، فلا تردها خائبة. يا حارث، ألم تكن تطلب مبارزا؟ ها أنا ذا، علي بن أبي طالب، ربيب محمد رسول الله. اسما آخر لي، أنا هو الموت، وأنا هو حبل الإلفة ما بين الأرض والسماء. من ذاك الذي سيقف أمام سيفي ورمحي؟ سمعت خطابك يا حارث، هل من سبيل آخر غير السيف؟ سأخبرك بما هو صلاحك مجددا يا حارث. نحن أقرب إليكم من أهل مكة الذين يغررون بكم من سلالة واحدة، وديننا هو ذاته الذي كان يعتنقه موسى الكليم. واليهود الحقيقيون نسلا بعد نسل كانوا في انتظار ظهور نبينا هذا. نحن معكم لا عليكم. اسمع جيدا ما سأقوله لك، وهو أنني لن أكون لطيفا معك مقدار ذرة. إن كنت رجلا فلتكن لديك القدرة على تحمل سيفي ورمحي، وألا تهرب من أمامي مثل قومك. أهدأ يا حارث، فنحن جيران جيدون في الدين، فلا تتعجل العداوة معنا بهذه السرعة. Ah!
جرد سيفك يا ابن أبي طالب، جرد سيفك، تقدم إلي يا ابن أبي طالب، هيا تقدم. ومصيبتا يا حارس، عودوا إلى داخل القلعة، أسرعوا. إلى أين تهربون؟ ابقوا في أماكنكم، لا تهربوا، ابقوا، عودوا وأحضروا الحارس إلى هنا. ثم مسح النبي على عيني فشفيت، أعطاني الراية بيدي ومن ثم هجمت، فصرعت مرحب والحارث الخيبري واقتلعت بوابة القلعة من مكانها وفتحت الطريق أمام المسلمين. كلامك صحيح يا علي، حصل ذلك. أعاد للهرب ثانية. إن أخبار أبي إسحاق كلها متشابهة. خافوا فهربوا، قتلوا جميعا. يا كبيرة. يا سيدي حارث، لقد وقع. قلت وقع؟ حارث وقع. وقع وقع، لقد وقع. الويل لنا، يا ويلا، يا مصيبتا. قلت وقع يا أبا إسحاق؟ مغبر كثيرا. ومن كان الضارب؟ علي. علي؟ علي، علي بن أبي طالب. علي، يا ويلا، يا ويلا، جرح الضربة الأولى. أطلب إحضار بسة حربية، ولا أريد فرسا. أين أمك لكي تكون معك؟